أعزائي، الاتحاد الكويتي للطلبة الدارسين في استراليا له علاقة مباشرة بتوفير كل سبل الراحة للطلبة في استراليا والوقوف في جانب الطلبة الكويتيين ومساعدتهم على تجاوز المشكلات التي قد تواجههم في الغربة. المزيد من خلال التقرير التالي، ومن ثم سوف يكون هناك لقاء خاص حول هذا الموضوع، تابعونا. الثقافي الكويتي في أستراليا في أواخر عام 2008، وهو يشرف على الطلبة الكويتيين في عدد من الدول إضافة على أستراليا ونيوزيلندا، كذلك على طلبتنا في ماليزيا وهونغ كونغ والصين، وأخيرا تم ضم كل من روسيا وأوكرانيا وباكستان لإشراف المكتب الثقافي. ويعتبر المكتب الثقافي حلقة الوصل بين وزارة التعليم العالي الكويتي والجامعات الأسترالية، ولقد حقق الكثير من الإنجازات المهمة كإبرام الاتفاقيات الثقافية مع العديد من الجامعات، وتطورت العلاقات التي تعزز خطة الابتعاث. ولقد لعب الدور الأساسي في زيادة عدد طلبتنا سنة تلو الأخرى، حتى تجاوز العدد 1000 طالب وطالبة في معظم التخصصات المتنوعة موزعين على كافة الجامعات بمختلف الولايات الأسترالية. وقد بلغ عدد طلبتنا في أستراليا 1273، ونيوزيلندا 140، وماليزيا 263. عدد الطلبة الكويتيين 1191 طالبا وطالبة، معظمهم في أستراليا، كما أن عدد المرشدين الأكاديميين هو 14 مرشد، وعليه فإن متوسط كل مرشد هو 120 طالب وطالبة، وهذا يعتبر عددا كبيرا بالنسبة للمرشد الأكاديمي، وذلك لأن المرشد مسؤول عن تعبئة استمارات التسجيل وتقديم طلبات التحاق الطلبة المستجدين مع المتابعة المستمرة حتى يتم استلام قبول الطالب، ويتم بعدها تزويد وزارة التعليم العالي بالقبول بالسرعة الممكنة حتى يتمكن الطالب من إنهاء متطلبات إجراءات الفيزا. أكثر طلبتنا المبتعثين في أستراليا تخصصاتهم الهندسة، ومن أبرزها الهندسة الميكانيكية، حيث بلغ عددهم 168 طالبا وطالبة، ويتبعه الهندسة الكهربائية بعدد 84 طالب وطالبة، ويليه هندسة البترول والهندسة المعمارية 58 طالبا وطالبة. وعدد طلبتنا المبتعثين أستراليا 168 هندسة ميكانيكية، 84 هندسة كهربائية، 58 هندسة البترول، 58 هندسة معمارية، 43 الصيدلة، 13 طب بشري، 41 العلاقات الدولية. بنسبة 16% من التخصصات تخصصات أخرى. عدد طلبتنا لأكثر التخصصات في أستراليا. أعزائي، تابعنا معنا التقرير السابق عن اتحاد الطلبة الكويتيين الدارسين في استراليا، ولإلقاء مزيدا من الضوء على هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي كل من حسن دشتي نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع استراليا، وأيضا دردانة دشتي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية. مسي عليكم بالخير، سعيدة جدا بتواجدكم معي لنسلط الضوء على هذا الموضوع. مساكم الله بالنور، يا هلا مرحبا. بداية دردانة، راح أبدي معاك في هذا الحوار. نبي نعرف السادة المشاهدين أو نتكلم أكثر عن الحركة الطلابية الكويتية في استراليا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. الحركة الطلابية بلشت عن طلبة، تجمع طلبة، وبعدها بسنة يعني بصفة غير رسمية، وبسنة 2013 صار أول انتخابات بين قائمتين طبعاً، وكان أول عام نقابي حق الاتحاد الاسترالي، وبلشنا من 2013 وللحين احنا صرنا ثلاث اتحادات. نعم، احنا الثالث يعني. انتو ثالث. ايه؟ عدد الطلبة اللي هناك تقريبا 1400 طالب. حلو. طالبة. حسن، خطط الاتحاد الحالي في المطالبات والإنجازات، يا ريت لو نسلط الضوء على هذا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نشكر اليوم تلفزيون دولة الكويت على هالاستضافة، وشكر موصول لك أخت مشاعل. الحركة الطلابية احنا قاعدين نحاول، بالنسبة حق المحور الثاني، احنا نحاول نزيد عدد الطلبة عندنا في استراليا، قاعدين نشوف شح في الإقدام على استراليا. فمن أول الخطط اللي احنا حاطينها، السبب في أول ثلاث سنوات كان في ابتعاث بنسب كبيرة. نسب الابتعاث لاستراليا كانت متدنية بالنسبة حق تخصصات الهندسة، فاللي ما حصل فرصة في الكويت وفي أمريكا وفي الولايات المتحدة أن يدرس الهندسة، فأقدم على أستراليا أن يدرس فيها.
فصار عندنا طلبة تتوقع اللي يشوف نسبة القبول 75% يتوقع أنه ممكن تكون سهلة بهذا التخصص. فبالمقابل احنا عندنا جامعات تضم من أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وفي منهم من أفضل 100 جامعة أساساً. فالطلبة قبلوا بشكل كبير وحاشوا تعثر دراسي في البداية، فهذا ترتب عليه أن السمعة نقول نوعاً ما سيئة عن استراليا، فالطلبة صار عندهم تأخر بشكل كبير. بس الحمد لله بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والتعاون مع الملحق قدرنا نعرف شنو مواطن الخلل في هذه الأشياء. قاعدين نحاول نوجه الطلبة حق الجامعات اللي الطلبة قاعدين يمشون فيها حالياً. شيء ثاني بالنسبة حق الخطط اللي احنا حاطينها، نحاول الحضانة. احنا عندنا الأسعار جداً غالية حق حضانة الأطفال، عندنا ناس متزوجين ويدرسون، يعني الشخصين يدرسون، الزوجين هم يدرسون، فالطفل صعب ان تدخلين خادمه في استراليا، لازم تكون لها فيزا خاصه، تكون لها يعني اجراءات وايد صعبه من الدوله، فيضطر الشخص انه يوديه حضانه. نعم. الحضانه تكلفتها جدا عاليه. فمن الاشياء اللي قاعدين ندرسها بالتعاون مع الاتحادات الثانيه ان نقدم بدل حضانه حق الاطفال. نحاول نحط مقر دائم حق الاتحاد في استراليا بحيث ان الطلبه يكونون عندهم وجهه واحده، يعني ما يتشتتون في اماكن ثانيه مثل ما عندنا احنا مقر هنا في الكويت. هذه من بعض الاشياء يعني احنا حاطينها من الاولويات. المرافق الطالب نحاول ان نحط مرافق، لان في ناس اهاليهم قاعدين يبتعثون، يعني اهاليهم يروحون مرافقين معاهم الام او الابو، وحتى بالملحق الثقافي ما يكفلهم بالنسبه حق التامين، قاعد يضطر الشخص انه يدفع من نفسه، لان هذه يعني احنا ما عندنا قانون المرافق، فنحاول نحط هذا الشيء ايضا. يعني حسن ركز على المطالبات، الانجازات من 2013، الانجازات الاتحادات اللي طافت، احنا اتحاد في سنه اولى يعني نمسك اتحاد احنا الطلبه من هالقائمه. في الاتحادات اللي طافت الغوا الايلتس، اختبار الايلتس في الاتحاد اللي طاف، زياده الرواتب بالنسبه حق الدوله يعني، وصارت الزياده على كل الدول جميعا، يعني زياده المخصصات. سعوا بشكل كبير في انجاز الكورس الصيفي. احنا طلبه استراليا ما نقدر ناخذ كورسات صيفي بالكويت بسبب تعارض بدايه السنه الدراسيه بين الكويت واستراليا. احنا الكورس يبدا عندنا من شهر 2 ل 6، الكورس الاول الثاني من 7 ل 11، وبهذه الكورسات تكون بنص الكورسات اللي بالكويت. فكان في صعوبه، فكترتيب من الاتحاد السابق حاول ان يكلم الجامعات الخاصه انه يفتح لنا شعب ان الطلبه يدرسون فيها، فهذه من الانجازات اللي قاموا فيها للحين. جميل. واحنا ان شاء الله على ضمن الخطط اللي احنا حاطينها ان شاء الله بالمستقبل نحقق المزيد ان شاء الله. دردانة، اللقاء التنويري للمستجدين، خلينا نتكلم عنه. اللقاء التنويري احنا يعني نظمناه بشكل سريع، يعني لان تدري تزامنا ان احنا غير يعني كورس الدراسي مثل ما ذكر حسن يبتدي من 2 ل 6 وبعدين من شهر 7 ل 11. فالمستجدين لان الاقبال يعني الطلبه كانوا عددهم قليل، لان قابلين شوي مو وايد عموما، يعني سوينا اللقاء التنويري عشان الطالب المستجد يتعرف على التخصصات الموجوده والمناطق الموجوده باستراليا، وان المخاوف اللي فيه انها تقل. تدري ان استراليا ديره حديثه بالابتعاث، فيعني شيء طبيعي ان كل واحد بيكون له مخاوفه. وغير كذي ان احنا حطينا مكتب الاتحاد اللي هو بفندق دلال سيتي بشارع سالم مبارك، عشان اي احد انه يبي من المستجدين او المستمرين عندهم مشاكل يجون عندنا احنا نوجههم طريق الصح. غير كذي عندنا الوسائل التواصل الاجتماعي، عندنا انستغرام، تويتر، وخط ساخن، ارقام انهم على طول يقدرون يشيلون ويكلمونا. فاحنا حاولنا يعني كثر ما نقدر ان نحتضن هالطلبه، عشان يعني كل المخاوف اللي عندهم انه خلاص انه تخلص، انه ما تزول يعني ما يخافون. وان شاء الله خير. اضيف على كلام اختي دردانة، اخت مشاعل، بالنسبه حق اللقاء التنويري احنا يبنا الطلبه اللي راح يبتعثون لاستراليا، ويبنا بعض الشركات اللي ممكن تساهم في خدمه الطلبه. يبنا شركه طيران، يبنا شركه نقل اغراض يعني من الكويت، شركه شحن، يبنى مكتب تخليص قبولات للطلبه ومكتب فيز. فهذا الشيء لما شافوه هم يعني جدا ارتاحوا، وفي عروض ان شاء الله راح تكون بالمستقبل مقدمه من الاتحاد حق الطلبه اللي راح يبتعثون حديثا. وبالاضافه ان احنا يبنى بالملتقى مالنا يبنى طلبه اوريدي تخرجوا. حلو. يعني عاشوا يشرحون تجربتهم. اي، ويبنى واحده من الطالبات اللي تخرجت هالسنه
وشرحت إن شنو الوضع وش المخاوف كان عندها وشنو شلون عاش يعني عموما يعني بسرعة عامة التجربة كاملة التجربة اللي هي كانت معها والحمد لله كان إقبال جدا جميل والطلبة جدا يعني ردة فعلهم كانت وايد وايد حلوة أي الحمد لله. دور الطالبات في تمثيل الاتحاد وأنشطتهم؟ احنا بالاتحاد هذا معانا دردانة ممثلة البنات عندنا في الاتحاد حرصنا على أن يكون في بنت موجودة معانا لأن دور الطالبات ما نقدر نلغيه وهم أساس يعني من المبتعثين الموجودين باستراليا. احنا نحاول أن ننظم لهم أنشطة. في عندنا المشكلة بالكويت واستراليا الطلبة أغلبهم هني وهناك ففي صعوبة بالتواصل. الطالبات عددهم قليل وما تقدرين تنظمين مثلا النشاط هني حق 5 طلبة وهناك في بعضهم فصار في صعوبة بالتواصل. عندنا الحين ممثلات قاعد يقومون بالدور مع الأخت ردانة هي مسؤولة عنهم فقاعدين نحاول أن نبين دورهم من الابتعاث في استراليا. نعم. طيب خل نركز على النشاطات الطلابية في الكويت واستراليا. احنا كون الدراسة مثل ما قلت لك احنا نبدي في شهر 2 الاتحاد استلم دوره في شهر 4 في اخر 4 تقريبا. المخصصات المالية اللي تنزل لنا من الدعم من الوزارة صار فيها تأخير نوعا ما والسبب ان كل الاتحادات تصرف لهم المخصصات في نفس الوقت المفروض هو تقريبا على شهر 9 فاحنا نستلم الدور في وقت مبكر ما نقدر نسوي الأنشطة كلها. في بعض الأنشطة احنا نضطر ان يعني ندفع من حساباتنا الخاصة عشان بس نمشيها يعني. الدعم الحين وصلنا متأخر بس واصل يعني حاليا احنا راح نشتغل في الفترة الجاية. بالفترة الأولى ما قدرنا سوينا بعض الأنشطة اللي الطلبة كان فيها حضور يعني نشتغل بين الكويت واستراليا. مثل شنو؟ سوينا بطولة قدم. حلو. سوينا مهرجان وكاثون بالتعاون مع روجيمي سنتر. سوينا باستراليا سووا في نشاطات لعب كرة بطولات تنس العشاء عشاء العيد وغدا العيد ففي أشياء تجمع الطلاب. احنا حريصين على البرامج اللي دائما تجمع الطلاب وإن شاء الله اللي قدام احنا عندنا خطط اللي قدام ما نحب نحرقها يعني على الطلبة راح يكون عندنا مخططات اللي قدام إن شاء الله راح يشوفونا بالفترة الجاية. مو أنا جاية بسأل يعني الأنشطة بشهر رمضان شلون هناك يعني شلون تلتقون مع بعض شلون تتجمعون مثلا بالعيد شلون مثلا ننظم حفلة عشاء حق العيد مثلا نفس اللي صار وبالنسبة حق شهر رمضان مثلا قبل الفطور حق الشباب مثلا إنه يكون عندهم دورة كرة عموما اللي يصير او بعد الفطور وبما ان انه هناك يعني الفطور وايد وقته قصير يعني ياذن بسرعه فنقدر نستفيد من الوقت اكثر وحق البنات يعني ممكن انشطه طبخ تعليم طبخ ما يندرى. طيب في يعني قبل أن انتقل للسؤال الثاني ابي اعرف يعني كيف ترون تعاون وزاره التعليم العالي مع الملحق الثقافي في استراليا؟ والله احنا تعاوننا مع الملحق والوزاره صراحه جهتين مو مقصرين معنا. عقدنا لجنه مشتركه مع الملحق بتاريخ 25/5 اللجنه المشتركه الاولى حاولنا نسلط الضوء فيها على بعض المشاكل اللي تواجه الطلاب قدرنا نحل معظم المشاكل يعني اللي واجهتنا ونفس الطريقه احنا جينا حق التعليم العالي في وقت تقديم البعثات فواجهنا صعوبه شوي في اللقاءات مع المسؤولين لان فتره تقديم البعثات تشوفين الناس تروح وترجع عليهم اللي عندهم مشاكل الطلبه حديثين الابتعاث فتعاونهم جدا جميل صراحه معنا وما يقصرون اذا احتجنا اي شيء هم دائما معنا يعني في صفنا. كان في الفيديو مفاجاه خلينا نتكلم عنه للطلبه. الفيديو بالبدايه ان احنا في عندنا طلبه ما قدروا انه يكونوا مع اهاليهم بالعيد فحبينا ان نفاجئهم بطريقه بس ان هم ما يدرون عنها. فكلمت يعني انا شخصيا كلمت الاهالي قلت لهم ان لو انكم تصورون فيديو بسيط الام ولا افراد العائله تتكلم نفاجئهم بفيديو مع كل الطلبه اللي ما قدروا يعني حاولنا كثر ما نقدر ان نجيب عدد اكبر يعني تدينا وايد صار على فيها طلبه وايد كم تقريبا العدد 1400 تقريبا 1400 اي فحاولنا ان كثر ما قدرنا نجيب الارقام الاهالي وكان جدا يعني الموضوع كان صعب لان ما تقدرين تخشين شلون يعني مثلا تسالين الطلبه واحد اعطني رقم اهلك يعني شوي ليش يسالون فكان شوي صعب بالبدايه بس فكرته كانت حلوه يعني جمعنا الفيديوهات سوينا مونتاج عرضناه يوم العيد بالعشاء لا قبلها يوم العيد عرضناه وبالعشاء
عرضنا الفيديوهات اللي ما قدرنا نحطها بالمونتاج. يعني تدري ما شاء الله كل عائله يعني مو فرد، ساعات يدزوج فيديو فيديوين، فلازم تقدرين تنسقين هالشيء. لما عرضنا شفتوا تفاعل التفاعل كان جدا طيب، يعني حتى لدرجه انه وايد شفنا اهالي يعني تاثروا، حتى احنا اللي ما لنا شغل تاثرنا، يعني ناس ما لها شغل بالفيديو تاثروا، والله الحمد يعني الشيء اللي كنا نبي نوصله وصلناه. ان طلبتنا ان احنا لو وين ما نكون، طلبت سراء بالذات ان ترى انتم مو منسيين، انتم بالقلب يعني موجودين، فاهم علي؟ والحمد لله. طيب كم جامعة متوزعة عليها الطلبة هناك؟ والله في عدة جامعات، احنا في مختلف الولايات، يعني عندنا طلبة يدرسون في بيرت، في سيدني، في ملبورن، في الجولد كوست، في بروزبن، في وايد مدن عندنا وايد جامعات متوزعين عليها الطلبة، بس متركزين أكثر شيء الطلبة الكويتيين في ولاية فيكتوريا وفي ولاية كوينزلاند، أكثر عدد طلبة عندنا بهالمكانين، وخصيصا أتوقع في جامعة فيكتوريا نفسها في ملبورن وفي جامعة جريفيث في بروزبن، أكثر عدد طلبة عندنا هناك، بس الطلبة متوزعين على كل الجامعات يعني باستراليا. شنو تخصصاتكم حسن ودردانة؟ أنا هندسة معمارية. وأنا أدرس هندسة مدنية في جامعة وسترن سيدني. تتابعون يعني أول بأول متابعتكم حق الطلبة هناك، أول بأول تتابعونهم، يعني وايد أشوفك حسن مركز على الصعاب اللي يواجهونها، المشاكل اللي يواجهونها، خلنا نتطرق حق المشاكل اللي يواجهونها الطلبة هناك. نعم، احنا يعني احنا من الطلبة غير عن الحضانة، موضوع صحيح. الحضانة لا احنا يعني أقول لك احنا من الطلبة، وهم أساسا يعني قبل لا احنا نصير اتحاد احنا ربع يعني فما في بيننا كلافة، ان واحد احنا قاعدين بدوانية مثلا يجيني واحد يقول لي حسن ترى انا عندي هالمشكلة ولا هالمشكلة، ولا اتصال من اي شخص، احنا نحاول ونسعى جاهدا ان نخدمهم ونساعدهم يعني باللي احنا نقدر عليه، في اشياء تتجاوز صلاحياتنا، احنا ممكن نوصل صوتهم للملحقية، نوصل صوتهم للتعليم العالي، بس الاجراءات ممكن هي نفسها تاخذ وقت، فما نقدر احنا نتجاوز صلاحياتنا، عندنا توجيه ممكن، اذا في مساعدة نقدمها ممكن احنا نقدمها. فدائما نحاول نحتضن مشاكل الطلبه، اذا في هو ان شاء الله ما يواجههم مشاكل، يعني احنا نسعى ان حياتهم تمشي بدون اي مشاكل. لابد لابد نعم اي بالضبط، غربه يعني صح صحيح. وبالاضافه ان في نقطه، في طبعا في طلبه يعني متخرجين من جامعات خاصه يعني اوريدي ان الانجليزيه اللغه الانجليزيه عندهم تمام، وفي لا مدارس حكومه، فهذول بالذات يواجهون صعوبه، لان لما يدشون التخصص يكون مفردات يعني تبع التخصص نفسه، ف فيها صعوبة شوي على ما يتأقلمون بالموضوع، ياخذ منهم وقت، وهالشيء يسبب لهم وايد مشاكل. فاحنا ان شاء الله قاعد نحاول انه يعني ان نسهل هالامور عليهم. ما ياخذون كورس مثلا حق اللغات؟ طبعا في يكون هو في بداية الابتعاث هو يجي باكج كامل حق الطالب من ابتعاثه من التعليم العالي، يجي في سنة اللغة وتي في سنة الفاونديشن وسنة التخصص نفسه، يختلف إذا كان تخصص مثلا هندسة يكون 4 سنوات، في تخصصات ثانية تكون أقل يعني مثلا الماركتينج والبزنس أتوقع يكون أقل. الباكيجي كامل، الطالب يدرس مرحلة اللغة، في طلبة يأخذون السنة ويأخذون إكستنشن على هذا السنة تمديد يعني، وفي طلبة لا يخلصونها قبل المدة المعينة، مثل ما قالت أختي دردانة في الطلبة اللي أصلا إنجليزيتهم زينة بالأساس وبعدها يدخل الباثوي ماله سواء كان فاونديشن ولا كوليدج ولا الجامعه نفسها ويبدي يستكمل دراسته يعني. طبعا يعني انه في جامعات تعطيك فاونديشن، يعني مثلا انا تخصصي هندسه ادخل هالفاونديشن من خلال المواد اللي يعطوني بهالفتره تخص تخصصي، فممكن انا اتعرف على المفردات من قبل ادش أو سنه اولى جامعه. في جامعات ما تعطي هالفاونديشن لان عندهم مثلا احنا يعني مثلا اللي دارس 12 سنه ما في جامعات خاصه اوريدي دارس 12 سنه ليش اعطيك فاونديشن، وفي جامعات مثلا مدارس الخاصه يدرسون 11 سنه صح؟ اي 11 سنه هذول يعطونهم في يجبرونهم حتى لو 11 او 12 يجبرونهم. ففيها الطلبه بالذات انه يعانون من هالمشاكل، انه يقولون مفردات صعبه مو قادر نتاقلم، بس ان سنه انا قاعد اقول حق الطلبه يعني ان سنه فاونديشن تفيد اكثر من أن تاخذونها بدون سنة فاونديشن. بالنسبه حق الشعب هناك يعانون الطلبه من شعب مثلا مغلقه احنا مثلا هني؟ احنا ما عندنا نفس نظام الكويت، هو ينزل مثلا جدول معين من الجامعه. هذا الكورس اللي ينزل لك هو نفس اللي تسجلينه، فما عندنا المعوقات يعني انه ممكن جدول ثابت ينزل. جدول ثابت ينزل على مدار السنين كلها، يعني انت تعرفين انا الحين طالب سنه اولى ادري في سنه رابعه في الكورس الثاني شنو راح اخذ مواد. هي المواد فالجدول ثابت،
ما يحتاج اني اخذ مواد، يمكن بس المواد الاختياريه اللي انت تختارينها بس. الباقي كله جدول موجود، اربع مواد في كل كورس في اغلب الجامعات. يعني كل اسم طالب له جدوله ثابت خالص. نعم، كل الطلبه في التخصص هو مثلا انا ادرس هندسه مدنيه، جدولي من سنه اولى لسنه رابعه موجود، بس انا اختار الاوقات. وهو يعني ما في ولا طالب يتعطل من هالناحيه يعني، الحمد لله. وهذا سبب من الاسباب يعني احنا رحنا للابتعاث، لان شفنا اللي قبلنا. يعني احنا تكلمنا عن الصعاب والمشاكل، خلينا نظهر الجانب الايجابي عشان نشجع. صحيح صحيح، احنا ودنا نتمنى يعني ان الطلب يبتعثون لاستراليا. وهذه من الاسباب اللي انا دائما اقولها حق الشباب، ان انت عندك الجدول موجود، ما راح تواجه اي معوقات في التسجيل. الغربه مرحله مكمله من حياه الفرد، تسقل شخصيته بشكل كبير، يتعلم اشياء، يعتمد على نفسه في اشياء انه يشوف قبل انه انا مستحيل مثلا اسافر بروحي وادرس واتعامل مع ناس وحكومه. بس مع الابتعاث مع الفتره انت تشوف لا، انت قدرت تدخل جامعه وقاعد تدير امورك وتشتري سياره وتسكن، وفي وايد امور تقدر يعني انت تديرها بنفسك. انا بتكلم بالنسبه حق البنات. ايوه بالنسبه حق البنات، انا اشوف ان يعني بالذات استراليا انه مكان جدا يعني مريح حق البنت، يعني تقدر تاقلم روحها بسرعه، يعني ما يحوشها الهومسك انه مش تشتاق وكذي. وغير كذي نظام يعني استراليا بالذات تهتم من الناحيه العمليه اكثر من النظريه. فيعني لما تشوف طالب متخرج مثلا هندسه متخرج من استراليا، تلاقينا انه هو قوي من ناحيه العمليه. النظريه زين، بس ان العمليه افضل. فتلاقينا لما يدش مجال الشغل يبدع، لان هناك يركزون على الجانب العملي اكثر من النظري. الله يوفقكم ان شاء الله، ونشوف طبعا نشوفكم مهندسين ومهندسات ان شاء الله. يعني نريد مره ثانيه نستضيفكم عندنا في برنامجنا ان شاء الله. يسعدنا ويشرفنا. تقولون كلمه اخيره. انا احب ادعو الطلبه الشباب اللي توهم متخرجين، ان استراليا بلد جميل جدا للابتعاث، وايد اشياء حلوه فيها صراحه. فاحثهم الطلبه اللي يبتعثون، ممكن تواجهكم مشاكل في اول فترات دراستكم، معوقات، كملوا، لا تأيس من اول محاوله، كمل واستمر، وان شاء الله تقدر تتخطى. واللي ما يقدر، اللي يعرف نفسه انه مو قادر يكمل، فالافضل انه لا يطوف الوقت، ياخذ له ثلاث واربع سنوات بعدين يرجع. ارجع بالبدايه، كل انسان يعرف قدراته. فنتمنى من الطلبه ان كلهم ان شاء الله يتخرجون، ونتمنى لهم كل خير، ويعطيكم العافيه على الاستضافه. دردانة، كلمه اخيره. كلمه اخيره، اشكر شوشه على الاستضافه، وثاني شيء اشكر وزير الاعلام والشباب على دعم لا محدود. نعم. وللشباب بالذات، واشكر واقول كلمه اخيره، ان أبونا الصباح وأبونا النواف، إحنا بالنهاية راح نرفع راسكم ونرجع بالشهادة بإذن الله. يعطيك العافية. قبل لا أختم، شنو معنات اسمك؟ أنت قبل الهوا قلتي لي كلي غلط باسمي، يقولي دردانة. أنا اسمي دردانة. إي، درة الدانة هي، يعني معناتها اللولو الأسود النادر، اللي صعب تلقين لولو أسود. فالوالد درة الدانة. وجبت تحية اليوم طبعا عيد ميلاده. اليوم طبعا عيد ميلاده اليوم، كل عام وهو بخير. عموما اسمك وايد مميز وجميل، ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، مشكوره ما قصرت. اذا اعزائي اكيد متواصلين معكم، ولكن بعد الفاصل.